وين صارت ال 150 دولار شهريا من دولارات المودعين القديم اللي كان اعلن عنها حاكم مصرف لبنان بالانابه الدكتور وسيم منصوري بحسب التعميم 166؟ هذا التعميم صحيح صدر قانونيا، ولكن بعد ما تم تنفيذه عمليا. في معلومات بتقول انه من الممكن تطبيقه باول شهر نيسان، ولكن السبب الرئيسي اللي اخر تطبيقه هو انه بعد ما تم تحديد سعر صرف للسحوبات من المصارف. يعني اللي بده يسحب زياده عن 150 دولار بالليره مش معروف على اي سعر صرف رح يسحبه، لانه وقتها صدرت موازنه 2024 الغت التعميم اللي بيقول انه سعر الدولار في المصارف هو 15000 ليره، وصار للدولار سعر واحد وفق سعر السوق. هون وقعت المشكله، على اي سعر صرف رح يسحب المودع؟ مين بده يحدد سعر صرف اخر بديل عن ال 15000 ليره؟ مصرف لبنان او وزاره المال؟ وبقى هيدا الصراع لكم شهر لحتى باشرت وزاره المال بدرس اي سعر صرف اخر بدها تعتمد، وبعدنا ناطرين، علما انه مصرف لبنان بيعتبر انه للدولار سعر واحد فقط لا غير، وهو 89500 ليره، بالوقت وزير المال ضايع اي سعر صرف بده يعتمد 25 او 30000. هيدا كان الاقتصاد بدقيقه.